سيرة نجم، برنامج يروي سيرة ومسيرة نجوم الرياضة الليبية من مختلف الأندية والأجيال. تعولة شتوان، أول رئيس وقائد للمنتخب الليبي لكرة القدم، هو عبد المتعال عبد الرحمن محمد شتوان، من مواليد مدينة بنغازي عام 1920. بدأ تعولة ممارسة لعبة كرة القدم شأنه شأن رفاقه الصغار، إلا أن تعولة وبفضل نبوغه المبكر في مجال لعبة كرة القدم التحق صغيراً بمنتخب بنغازي، ثم التحق بفريقه جمعية عمر المختار، ليلتحق بعدها بفريق الأهلي ببنغازي لينضم إلى صفوف فريق النجمة الذي قدم له الكثير عبر مسيرة طويلة، إلى أن اعتزل اللعب متجهاً إلى مجال التدريب والإدارة. تمكنت عولة بعد أن اتجه إلى التدريب بعد الاعتزال أن يحقق نتائج باهرة مع الفرق التي قام بتدريبها، وخير دليل على ذلك ما حققه مع فريق الهلال الصاعد حديثاً إلى الدرجة الأولى عام 1957. ومنذ ذلك التاريخ أصبح فريق الهلال بفضل جهود المدرب تعولة من أشهر فرق كرة القدم في مدينة بنغازي وكذلك على مستوى ليبيا، كما تولى مهمة تدريب فريق النجمة ومنتخب بنغازي الذي كان أحد عناصره البارزة. أسهم اللاعب الفنان تعولة في تحقيق سلسلة من النجاحات مع منتخب بنغازي، أما في مجال ألقاب ومسابقات كرة القدم المحلية فقد حقق مع فريق الأهلي ببنغازي لقب وكأس بطولة بنغازي للدرجة الأولى في الموسم 49-50، ثم احتفظ مع فريق الأهلي بلقب البطولة للعام الثاني على التوالي موسم 50-51، أما في الموسم 54-55 فقد تحصل على اللقب الثالث خلال مسيرته الرياضية الطويلة، ولكن هذه المرة كانت مع فريق النجمة الذي أضحت عولة من أشهر نجومه. عندما تم الاتفاق على تكوين أول منتخب لكرة القدم باسم ليبيا للمشاركة في مسابقة كرة القدم في إطار الدورة الرياضية العربية الأولى التي أقيمت بمدينة الإسكندرية، اختير اللاعب الفنان والقدير تعولة ليكون أول رئيس لمنتخب ليبيا الذي تم تكوينه لأول مرة في تاريخه عام 1953. كان الجميع يتحدث عن اللاعب تعولة بكل إعجاب وتقدير، واتفقت جميع الآراء على أنه كان لاعباً موهوباً يتمتع بالذكاء وبالقدرة الفائقة على قراءة مجريات اللعب أثناء كل مباراة، كما استطاع تعولة أن يتنبأ بتألق أكثر من لاعب وأجاد أيضاً عندما امتهن التدريب. بالإضافة إلى التألق الكبير الذي حققه تعولة في ملاعب كرة القدم دون منافس، كان تعولة يملك القدرة على التميز على صعيد العلاقات الاجتماعية، حيث كان شخصية متميزة تجد التقدير والإعجاب من الجميع بفضل تمتعه بدماثة الأخلاق والابتسامة الدائمة التي لا تفارقه على الرغم من تعرضه لآلام المرض الذي لازمه حتى فارق الحياة. رحل اللاعب المخضرم عبد المتعال شتوان تعولة في 24 من شهر أبريل عام 1995، رحل بعد أن ترك إرثاً رياضياً تفخر به جميع الأجيال، فقد قارع اللاعبون الإيطاليون في عهد الاستعمار الإيطالي للبلاد، وقارع اللاعبون البريطانيون في عهد الاستعمار البريطاني، وحمل شارة رئيس منتخب بنغازي وقيادة أول منتخب ليبي في الدورة العربية الأولى في الإسكندرية عام 1953، وقاد فريق الأهلي ببنغازي والنجمة وأحرز معها الكؤوس والبطولات، وقام بتدريب فريق النجمة والهلال، واكتشف وقدم الكثير من اللاعبين المهرة، وكان يجيد التحدث باللغتين الإيطالية والإنجليزية إضافة إلى لغته العربية السليمة، كما ساهم في رفع مستوى كرة القدم الليبية. رحل اللاعب الكبير ولم يهزمه المرض، وكان حتى في أيامه الأخيرة متابعاً للكرة المحلية والعالمية، ودائم الابتسام والترحاب وعشق كرة القدم والتواصل مع أصدقائه محبي الرياضة. رحل تعولة صاحب الجزء الأكبر من حكاية كرة القدم الليبية في زمن الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، رحل وبقي اسم تعولة علامة بارزة في تاريخ كرة القدم الليبية.